عمر وجان. شوفي أخي، حدا منكم طلب مصاري من ميليسا؟ شو عم تقول؟ أي مصاري؟ ميليسا يلي قالت لك؟ عاكف بيك يلي قال لي. بفهم أنك أنت يلي أخذ مصاري منا، مو هيك؟ أنا مالي مصدقك بنوب، أنت شلون بتساوي هيك؟ معقول تعلقنا معهم مرة تانية؟ أنا بس حبيت أنه أقدم لكم المساعدة وما كان قدامي غير هالحل. بعدين مو نحن أخذنا مصاريكم مشان نسجل بالمدرسة؟ أخي قدير أنا آسف، ما خطر على بالي إنه رح تحكي، بس بوعدك رح صير أشتغل ورجع حق الطوق لميليسا. يعني أخذت الطوق تبع البنت؟ أوجان، ومين الدايق لأنكم استخدمتوا المصاري وسجلتوا بالمدرسة؟ ما قلت لكم إنه المصاري راحت على شي منيح؟ إيه أخي مزبوط هيك حكيت، بس ضميري عم يعذبني. ليكون عاكف بيك طلب منك حق الطوق؟ خصموا لي راتب 4 شهور. 4 شهور؟ ايه 4 شهور. انتوا الاثنين اسمعوني منيح، اصحكم من هلا ورايح تساووا شي من دون ما تسالوني، مفهوم؟ ولا تحاولوا تساعدوا اي حدا، بتجوا بتخبروني بالاول. وجان شو بده يساوي بهال4 شهور؟ امشي. حبيبتي سوزان يعطيك العافية. شو بدك؟ أنا ما بدي أي شيء. سمعت أنك قررت توزعي شوي من أسهمك فاستغربت كتير، وأنا أجيت قلك لا تحاولي على الفاضي. يعني أرهان فورا خبرك مو هيك؟ أنا ما بوظف عندي رجال أغبياء، فهمتي؟ يعني أرهان مستحيل يبيعني. برافو، والله أنت ربيته كتير منيح. وهلأ ممكن تروح من هون؟ لا ما بروح حبيبتي، وليش لروح؟ يعني بالنهاية نحن مهمتنا عمل الخير، بس ما بحب الشغلات اللي سويتيها. شو هاد؟ كأنه صابون وبخور. شو يلي بدك يا عاكف؟ ممكن تروح؟ سوزان ما بقدر، لأنه في عندي خبر فظيع ورح يكون مثل القنبلة عليكي، وأنا ما فيني أتحمل، لهيك ما رح روح قبل ما أحكي لك إياه، ورح يعجبك كتير.